المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يقدم معطيات حول ظاهرة الانتحار التي تفاقمت في بلادنا خاصة بعد الثورة. يقول أنه في عام 2023 الفائت طبعا سجلنا 95 حالة انتحار و59 محاولة انتحار. طبعا فئة الشباب لها نصيب الأسد. شواري خاطر ظروف وبالرسمي خاطر عبيد لنا في تونس معاش عايش حد في تونس بصفة عامة معاش عايد حاجة واحد نتو برشا عبيد يقولك نحرق نموت نرضى الموت في الحرقة ولا نرضى الموت في تونس خاطر ظروف. وتعرف انت شنية خاطر عبيد حتى سيجارة معاش نجم تاخوها العبيد حتى سيجارة معاش نجم تاخوها. هذا يخليك تخمم في الانتحار وتنهي حياتك بالطريقة المأساوية. ايه تنجم تعمل برشا حكايات ريتي باراديك كنت نجم تعمل برشا حكايات. انا عمري 22 سنة يعني بيك الرب. من الاخر عندي بابا عامل عملية وامي تخدم من برا وخويا وكل شيء. عليه شنية متي حسب رايك هذا على الموضوع هذا يا خاطر ما اشتاق تخدم خدمة سيكوريتي تخلص 400 ألف 12 ساعة وانت واقف اش تمشي تخدم في اي بلاصة اخرى كيف كيف راه نفس الحكاية. كي تخرج لبرا مخك يرتاح تخرج الروما ولا اي موضوع مخك يرتاح. الظروف الاجتماعية حسب رايي عندها يعني تأثير مباشر بدون شك. التغيرات السريعة في المجتمع الجلوباليزم وتسيتيرا وخاصة مشكلة الهوية لأنه التونسي اليوم ضايع بعد العاولة ما بعد الشباب اللي طالع جديد خارج ما هوش قاعد يتربى عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي اللي هي التيك توك وغيرها. هذا يخلي الطفل هو في الواقع التونسي حاجة ويشوف العالم حاجة أخرى. فهمت كيفاش؟ يشوف العالم حاجة أخرى. يحب يعيش كيما يعيش الأمريكاني ولا يعيش الأوروبي وقت اللي هو الظروف المادية متاع والديه ولا الظروف الاجتماعية متاع والديه ما تسمحلوش باش يلبس كيما الأمريكاني ولا كيما الأوروبي اللي عنده إمكانيات وتسمح له باش يعيش بالظروف. هذا يعمل له يعني اضطراب في النفسية ويخليه يعني وظروف والديه ما تسمحلوش باش يوفر له الامكانيات هذه باش يشري له اللبس اللي يحب يلبسها والى اخره. هذا ياثر على معناه بدون شك على الحاله النفسيه نتاعه ويخليه يؤدي الى الانتحار. انت لهنا حكيت على فئه الاطفال لكن ال 95 هذوما فيهم اطفال فيهم كهول فيهم رجال نساء شباب كلها يعني بصفه عامه اليوم التونسي علاش يخمم في الانتحار؟ اكبر سبب بالنسبه للكهول انه الياس حاله الياس انه وقت اللي ولده يطلب منه حوايج باش يوفر له الحوايج اللي يطلبها الوقت ما يتمكنش باش يوفر له الحوايج هذه يعني يلجا الى في النهايه للياس والياس يخليه انه ما عندوش امكانيات يولي يلجا الى الانتحار. الشعب فقير اول حاجه والشعب مظلم والدوله هي لازم تقف مع الشعب محتاج الشعب يمشي انتحر الشعب. يعني الظروف تخلي التونسي يلتجه للانتحار. صعيبه ما عندوش باش يعيش ساعه تلقى عائله تلمت من الزبله. شنو الحل؟ شنو الحل؟ وين ماشيين احنا تو؟ شكون الخاسر في الاخر؟ خاسر الشعب هو اللي خاسر. خاسر واحد يفقد حياته لانه فقد الياس. ما الفقر والاحتياج؟ ما الفقر والاحتياج؟ شيء الحل عند الدولة لكن تنجم تكون فقير ومحتاج لكن ما تلتجئش للانتحار. كل واحد وتكون حياتك مأساوية بالطريقة هذه. هو الإنسان مقاع حتى حل. الحل الوحيد هو معناه هو صحيح متجيش ما صعبت عليه الدنيا. الشعب التونسي تمس في الصميم وتمس في الذهن الفترة اللي ما بين 2011 إلى 2021 أن نفسية التونسي أصبحت هشة وحساسة ويعيش في ضيق نفسي كبير ياسر لأن الضغوطات الحياتية والضغوطات اللي موجودة توا في دنيتنا الكل نعيش فيها مست الكبير والصغير والمراهق والطفل وهذا اش ولده هو ولد الإحباط واليأس والقنوط وسكرت السبل أمام المجتمع التونسي فأصبح
أن المجتمع التونسي هو الانتحار راي آخر آخر كارثة إنسانية، معناها آخر الإنسان اللي يأيس في الدنيا خلاص خلاص خلاص، ومعناها إذا إنسان يمشي للانتحار أنه فقد الأمل حتى في ربي، وفقد الأمل فقد الأمل أصل. وهذيك بالحق راهو الشعب التونسي يعاني منها، ويقولوا احنا أين المناظرين الاجتماعيين، أين الفلاسفة، أين أطباء النفس؟ يأس هو سبب الانتحار، والانتحار معناه قلنا راهو الانتحار آخر ما يوصل الإنسان من مرحلة يأس، يأكل يأس الحاد يجي، معناها الإنسان اللي يوصل اللي ما عاد عنده حتى بصيص أمل. والحقيقة ويلزمها معالجة 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 ذرية، ويلزمنا احنا نفيقوا كمجتمع ونوعيه ومن الصغرى، لأنه بالكس هو ماشي روحه أنه باش يرتاح من عذاب الدنيا، هو ماشي العذاب أكثر من الدنيا. ونقولوا نعطيه حيز وعي، حيز من الوعي للمجتمعات وللشباب وللناس هذه اللي هي كلها هو بالنسبة للانتحار أو عم الشيخ حتى للطفل، معناها ولات المسألة عمومية ومسألة خوف، معناها تخوف. فقط خلينا نسألوك اليوم، أنت قلت أنه الظروف مست كل فئات العمرية، ونحكي تحديدا على الأطفال. يقول قال الطفولة كيفاش تعرف الانتحار؟ منين تعرف الانتحار وما هو الانتحار؟ يولد اليأس، يولد اليأس عند الطفل من نظرته الغيره، يخزر الغير في رفاهية ويخزر الغير ومدي. كيفاش يعرف الانتحار، معنى الانتحار وأشكال الانتحار اللي يقوم بها؟ شوف عنا نقول وإحنا أو باش نتقلها على الفيسبوك على الفرجة، ولا لا 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 مستحيل. الطفل يتولد عايش، معناه نقول وإحنا كملك ما يعرفش حتى معنى سبل الانتحار، ولكن احنا ما ناخذوش وانه ما يعرفش، يلزمنا نفيقوا بالحاله، هي مازالت هادفه واحنا نفيقوا بها ونقراوا لها ونستشرفوا عليها، لان الطفل راهو هو المجتمع بتاع غدوه بتاع بكره، خاطر هو ريح قبل عرف شنيه من الصغر، عرف شنيه هو شنيه في مخه، ريح عباد برشا ينتحر وكل شوف قدامه في عباد قدام. يعطيك انا نخدم في الزهره اللي سي انا واحد هذايا صاحبتي كان، فهمتني؟ رمى روحه من تروازيام ايتاج، قول عليه المدير طردوا من اللي سي طردوا، رمى روحه من تروازيام ايتاج، توفى الله يرحمه مات، فهمتني؟ عمره 14 سنه. اليوم يقول القائل ايش هي الحلول باش ننقذوا التونسي من غول الانتحار؟ هذه مربوطه مباشره بالثقافه والهوي. عندنا الشعب التونسي والشعب العربي كله خاصه عندنا مشكله نتاع هويه. يا من لجينة توانسة، لجينة عرب، لجينة مسلمين، لجينة أوروبيين، لجينة ضايعين. أزمة الهوية والثقافة هذه مشكلة كبيرة ياسر، لازم علماء الاجتماع يخدموا عليها ويحاولوا، الإعلام خاصة عندك الإعلام التونسي في حد ذاته زاد راهو فيه 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 وعلية، يعني شوف في 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 إعلام في جهة والواقع الاجتماعي التونسي في جهة أخرى، هذا زاد سبب اضطراب للجيل اللي قاعد يتربى كما قلت لك تحت تاثير وسائل الاجتماع التونسي، وسائل التواصل الاجتماعي، هذا يكون يخلي يتربى. ثم عوامل نفسيه، ثم ناس بطبيعتها عندها امراض نفسيه، اضطرابات نفسيه كما الشيزوفرينيا وكيما الى اخره، هذا زاد والمنظومه الصحيه نتاعنا في البسيكاتري ماهيش متقدمه كيما في الدول، ما يلقاش الإحاطة الطبيه اللازمه من الرعايه من الصغير من التعليم، لازم المعلم والمربي يلاحظ انه فيه اضطرابات، لازم يعلم الكادر التربوي باش يعلم الاطار الصحي باش يقوم بالتدخل المبكر حتى ينقذ ويحاول يعالج ويصلح ما يمكن اصلاحه بطريقه مبكره، لكن نحن تخلوا الحاله تكبر وتتفاحل ويبقى الانسان ضايع مثل ما يسري عايش صحيح، دونك يضطر باش او يوصل في النهايه للانتحار. يعني الضغط الاجتماعي، مشكله الهويه عندهم تاثير مباشر، الرعايه الصحيه يعني بسكاتري في تونس تعبه برشا، يعني عندهم الراز ياك يعني دوله كامله فيها سبيطار واحد،
بينما في الدول الاخرى في كل قريه وكل مستشفى فيها جانب صحي، وفي المدرسه وفي كذا يتلهوا السيكياتر في المدرسه موجود، والاطار التربوي يكون يعطي رعايه صحيه باش مع بالتعاون مع الطب ومع العائله حتى يحاولوا ينقذوا الحاله. يعني اللي مصلح تونس، اللي مصلح تونس ترجع كيما كانت، ترجع كيف كانت، نعيشوا مرتاحين كما كانت يعني قبل الثوره. قبل الثوره صعب الثوره لتو كلها الشعب التونسي يعاني، يعاني في الديون في المشاكل في الفقر في الاحتياج في كل شيء يعاني. شنو هي الحل؟ الحل الله اعلم، وين ماشيين الله اعلم. صحيح عندنا رئيس الله معناها ربي يبارك له قيس سعيد، هو خويا واقف التماه الرجال تقف معاه